المهم انت قولي لي بعد هالكلام هذا كله وش رايك؟ خلاص اللي تشوفه يا ابراهيم، انا مستعده اسوي اي شيء يسعد ابوي ويخرجه من جو الكآبه والحزن اللي هو فيه. ممتاز، يعني حقول لك مبروك. اقول لك مبروك؟ الا الف 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 مبروك. اي مبروك يا ابراهيم، ابوك للحين ما درى اي شيء عن الموضوع. اي والله صح، بس ماجد الحين ما كلمه في الموضوع عشان ما يعني عشان لا، هو ينتظر الوقت المناسب علشان يكلمه. ونقعد ننتظر لين تجي، يعني اقصد نستنى لين يجي الوقت المناسب. ابراهيم اسمعي يا فاطمه، يكون في علمك لو ماجد ما كلم ابوي انا حكلمه. خلاص يا مصطفى هدي اعصابك يا اخي. انا اللي مزعلني منك يا فؤاد انك تفهمني غلط، تحسبني ابغى اصير مدير عليك. لا ايش دعوه يا مصطفى، ما في بين الزملاء هالافكار، كل ما في الامر. كل ما في الامر ان فؤاد كان متضايق شويه، ومن الواجب ان الصديق يتحمل صديقه في وقت الغضب يا جماعه. فؤاد من اعز اصدقائي، وانا مستعد اتحمل زعله ودفاشته على طول. خلاص، وانا اوعدك ان اللي حصل ما يتكرر مره ثانيه. ايوه كده يا اخي، اضحك وحشتنا ضحكتك. ايوه اضحك للدنيا تضحك لك. كان المفروض انت والوالد تكلمونا، بعدين شلون الوالد والوالدة يسكتون عليه؟ الوالدة مسكينة ما تقدر تسوي شيء من غير شعور الوالد. الوالد مبدأ اللي ما يتنازل عنه ان الزوجة افضل لها تموت ببيت زوجها احسن من انها ترجع لها مطلقة. لا إله إلا الله، حتى لو كانت مظلومة أبغض الحلال عند الله الطلاق. خالد ربك ما يرضى بالظلم، أنت ليش ما تروح تفهم معه؟ لحازم نفسي يا ماجد أنه كان صديقي، وأنا اللي وقفت معاه ووقفت جنبه وأقنعت الأهل أنه يوافقون عليه. ما توقعت أن إنسان ما يستاهل. شباب اقول يا خالد عندي السيارة. على حرامي خلينا نسمعك يا شباب. طفي اقول يا خالد. خير، عندي السيارة عطلانة، بروح انا والشباب وبعدين برجع لك اصلحها. ورشتك يا ابراهيم تامر امرك. لا وصيك ترى انا قايل لهم اطلق ميكانيكي في البلد. ما يصير خاطرك. لا طيب صار. ما شاء الله اشوف وجيه جديدة. زملاء شباب نفرفش وننبسط. عيش يا ماجد، عيش حياتك. السلام عليكم. أنا ماني خايف من شيء في الدنيا على أبوي إلا من هالولد. ابو عليك يا حمد، الحين راح اتاكد تعداك. تدري انك طحت من عيني؟ لا وصوت شايف كمان. لا يقول ابغى اشارك بالرالي. فالحين كلها تطنز على التاكسي. عادي اذا فيك خير الحق وتاكسي تعداك لزه على اليمين خلينا نوريها قيمة نفسه. ابشر ولا يهمك، اطلع حط رجلك. كله عشان خاطرك يقول هذا هو ولا لا؟ هذا الحق. ايوه تاكسي شايف نفسه على اليمين اهو. ايش هذا يا ولدي؟ هي هذه اصول السياقه بالدنيا. عقب يا هشام تبغى تعلمني اصول السواقه؟ ما انا بعجبينك ولا ترسل عينك. اسكت يا حمد، تسكت ولا كلمه. سامع ولا لا؟
مو من حقك ترد عليه، ابعد. بصراحه يا ابوي احنا متاسفين، انا ما شفتك يا ابوي. هذا ابوك. اجل تدري عقب كلامك ذا خل راعي التاكسي يوصلك مجانا، ازين لك مجانا. سلام. اركب. مع الاسف هذا تعبي وشقاي وتربيت لك ربعك ما ربوهم اهلهم، لكن انت انا ربيتك، وش عذرك يوم سويت سوادهم؟ يا ابوي انطم واسكت. ابوي والله انطم واسكت. مع الاسف لو كان واحد غيرك كان ما تكلمت. وش طالعين؟ طالعين بالشوارع وش تسوون؟ ترمون ذاكم على خلق الله؟ صدق اني ما خلفت غير فاطمه وماجد. فيك يا ابوي؟ وش اللي مضايقك؟ في شيء؟ ما في شيء يا فاطمه يا بنتي. ابو ماجد انا عرفك زين، فطوم اكثر وحده تقدر تفهمك بدون ما تتكلم. قول لي يا ابوي وش في؟ لا تكتم بقلبك، ترى الزعل مو بزين عليك. وش اقول لك يا فاطمه يا بنتي؟ وش اقول لك؟ إبراهيم أخوكي ماني مبسوط منه، دايماً مزعلني، ما أدري ليش كذا، ليش ما طلع على ماجد أخوه؟ الكلام معاه ما يجيب نتيجة، ما أدري متى يعقل ويصير رجال. إبراهيم أخوكي هو سبب علتي. الله يهديك يا أبوي، لا تزعل نفسك. صحيح إبراهيم متعب شوي بس هو طيب، طيب جدا، ويسوي حساب لزعلك فوق ما تتصور. واللي يسلمك يا ابوي، لا تنكد على نفسك. طيب يا بنتي. طيب. يلا، قوم علشان ترتاح. Thank you.
مسوي نفسك نايم يا ابراهيم؟ الله يسامحك، لو تعرف قديش انت تزعل ابوك ما كان جالك نوم. ايش فيك يا ولدي يا ابراهيم؟ ايش فيه؟ ما في شيء. ليش اللي جابك في مثل هالوقت؟ صراحة يا ابوي انا عارف انك زعلان علي، وانا مالي في هالدنيا اللي ارضاك. انا ودي ارضاك يا ابوي، ودي ارضاك علي. يعني حاس يا ولدي يا ابراهيم انك غلطان؟ ايه. روح يا ولدي مسموح. تصبح على خير يا ولدي. وانت من اهل. الله يرضى عليك يا ولدي يا ابراهيم، ويوفقك ويبعد عنك عيال الحرب. يا ابراهيم هذه اخبار ممتازه، انا لازم اخلي اخوي علي يقول جابر الكلام ده. ايش؟ انت الحين ايش دخلك في الموضوع؟ ها؟ وتدق عود؟ ليه 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 يا ابراهيم؟ ليه الكلام ده؟ انا اقول لك ابوي للحين ما عنده اي خبر. إذا عرف وحدد موعد أنا أبلغ جابر بنفسي. معك حق يا أبو سباع. حامد. نعم. ممكن تسكت وتنطم؟ حاضر. الحقيقة يا ولدي يا إبراهيم كلامك ما في أي غلط. الناس هذول ناس طيبين، أعرفهم من زمان، من أيام الحارة. أبو جابر الله يرحمه ويبيح منه كان صديق، صديق عزيز، كان رجل، نعم رجال. لكن جابر هذا يا ولدي ذاك الوقت كان صغير، وكل صغير يكبر، وأنا ما أعرف عنه شيء. أكيد الأيام غيرته وخلته يصير رجال. وجابر زي ما قلت لك يا أبوي رجل أعمال ناجح، عنده فلوس وعنده خيرات وتجارته موجودة والحمد لله. وبعدين يا أبوي إحنا وش همنا؟ كل همنا أنه فاطمة تعيش مبسوطة ونعوضها على التعب اللي تعبته معنا. إحنا يا ولدي يا إبراهيم ما تهمنا الفلوس، يهمنا الرجال وأخلاق، وانه يصون البنت ويحافظ عليها. هذه فاطمة يا إبراهيم، فاطمة الغالية. طبعا يا ابوي اهم شيء الان انه احنا نحدد موعد يزورنا فيه جابر وتجلس انت معه وتشوفه بنفسك. اذا ناسبك وناسبنا وحسينه ابن حلال يكتب الله خير، واذا ما حصل نصيب يا دار ما تخرج شر. ما في مانع يا إبراهيم، هذه اختك وانت حريص عليها مثلي. لكن ما شاء الله يا إبراهيم تتكلم بعقل وثقل ورزانة، يا عساه الخير إن شاء الله. أنا كل اللي يهمني يا أبوي إنك تكون راضي أنت علي. رضاي عليك يا ولدي يا إبراهيم في حفاظك على صلاتك
وامور دينك وحرصك على دروسك. ان شاء الله يا ابوي ما يصير الا لكل اللي يرضيك، بس اللي ودي اسالك عنه، متى ودك جابر يزورنا؟ الخميس الجاي ان شاء الله. عسى الله ما يحرمنا منك يا ابو ماجد. اسمع يا خالد، بصراحه اختك قامت تدلع اكثر من اللازم. انا بصراحه ماني فاضي لها الدلع، وراي اعمال اهم من القرابيط. يا فؤاد عيب عليك تتكلم معي بهالطريقه هذه. انا لازلت اعتبرك صديقي القديم. انا ما اعتبرك بس مجرد زوج لاختي وبس. لا يا فؤاد، ولا نسيت ان احنا اصدقاء؟ مهما كنت ومهما كانت مكانتك عندي او قرابتك لزوجتي، فهذا ما يسمح لك انك تتدخل بيننا. انا لما تدخلت يا فؤاد كنت ابغي احل مشكله انتم منتو قادرين تحلوها، لان امركم انتو الاثنين يهمني. انا بصراحه ما عندي مشاكل. واذا كانت اختك عندها مشاكل تفضل حلها. زين يا فؤاد، ما دمت مصمم انك تستخدم هالاسلوب فلازم تفهم ان الاسلوب اللي تستخدمه مع نوال غلط. عاقبها على شيء ما له ذنب فيه يا فؤاد. خاف ربك، ترى ربك ما يسامح الظالم. قضيت؟ إذا ما قضيت تفضل قول كل اللي عندك. شفت سكت؟ قلت كل اللي. أنا أستأذن، أنا عندي موعد مهم، أعتبر البيت بيتك وبيت أختي. انك لا تقدرين خاطرك، تصبري، لا تفتحين معه اي حوار، عسى ربك يفرجه. شفت بعينك يا خالد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اقول يكون هذا فؤاد صديقي اللي عرفته زمان. خالد خلينا من موضوع فؤاد هالحين، وقول لي ليش ما بتفكر تتزوج؟ انا زواجي يا نوال ريض، بعد ما ان الاوان. طب وليش ما تخطب فاطمه اخت ماجد صديقك؟ بنت عاقله وكامله من كل النواحي. لهذا السبب اللي تقولينه يا نوال ما اقدر اخطبها. أمرك عجيب يا خالد، أي سبب؟ لأنها أخت ماجد، إذا تقدمت أخطبها ورفضوا ممكن علاقتي بماجد تتأثر. وليش يرفضوا؟ أنت ويش عيبك يا خالد؟ أي بنت تتمناك؟ عرفت إنك ما عندك سالفة؟ يا نوال أنا توني بديت حياتي، حتى حلمي في دخول كلية الهندسة خلاص ضاع. ومثل ما انت عارفه بعد مرض الوالد وانقطاعه عن الشغل دخلت معهد مهني. انا ما تندمت، لكن الانسان اللي ظروفه مثل ظروفي المفروض انه ما يفرض نفسه على الناس. خليني اتصل فيها واجسمنا. لا يا نوال، لا، هالامور هذه حساسه واتصالك ما له داعي. صديقتي وابغى اتصل فيها، وش فيها؟
الحال؟ وانت شلونك؟ الحمد لله، من زمان ما سمعنا صوتك. انا لا ابد، بس في موضوع شاغلني. لا يا نوال، ما اقدر اقولك عنه الحين، بعدين، مو بوقت الحين يا نوال. الحقيقة كنت اتمنى ان الوالد يكون معي في هالموقف، الله يرحمه. طولة العمر لك يا ابو ماجد. الله يطول بعمرك يا ولدي. والدك الله يرحمه كان رجال طيب ونعم رجال. فوق هذا كان صديق عزيز. انت عارف ابو ماجد ان الوالد ترك لي خير كثير، عقارات وسيارات واسهم وارصده في البنوك. هذا غير مكتب التوكيلات اللي انا قاعد اديره بنفسي. عندنا وعندك خير يا ولدي، عسى الله يكثر خيرك ان شاء الله. لكن تعرف يا ولدي، الفلوس ما هي بكل شيء بهالدنيا. المهم السمعه الطيبه والاخلاق الزينه. لكن تاكد ان بنتي عندي غاليه اغلى من فلوس الدنيا هذه كلها وما تحويها. ثق يا عمي ان شاء الله انك ما راح تندم بزواجي من فاطمه. طيب انا ذاك استاذ جابر، انا ذاك ابوي، وانت برضه يا ماجد. الله محييك يا ولدي. والله ما ادري وش اقول لك يا نوال. على العموم اكيد انت اول انسانه بتدري بالخبر ان شاء الله. حاضر. يا فاطمة يا بنت الحلال، هذا وقت التليفونات، أبغاكي تجهزين نفسك الحين. حاضر حاضر. أقول نوال أنا بستأذن الحين. أكيد أكيد، مع السلامة. تأخرت كثير يا خالد، الحين أبو فاطمة قاعد مع خطيبها. خطيبها؟ يقولون عنده حماير وفلل وعنده أرصدة في البنوك وعنده سيارات وعنده استثمارات، الرجل مبسوط فلوس. يا إبراهيم يا إبراهيم، أنا لا تهمني لا فلوسه ولا عقاراته، المهم وش أخلاقه. وش أخلاقه؟ رجل مثل كل الرجاجيل. أرجو أن انتظاري ما يطول يا عمي. عموما هذه الساعة المباركة اللي زرتكم وشفتكم فيها. الله يبارك فيك والله محييك يا ولدي. اللي الله سبحانه وتعالى كاتبه بيصير. أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لكن اللي به الخير يقدمه رب العباد. أستاذنا أنا، السلام عليكم. عليكم السلام. الله محييك. فما الله يا عم. تفضل يا أخ جابر. مع السلامة. مع السلامة. أستاذ جابر، بدري ما تقهويت وما قعدت؟ معليش معليش، عندي شوي شغل إن شاء الله، بجيكم ثاني وثالث. الله يستر عليك. في أمان الله. مع ألف سلامة. في أمان الله. مع السلامة أستاذ جابر. أنت وش بلاك يا ولد إبراهيم؟ طاير من الفرح. طبعاً يا أبوي، طبعاً أطير من الفرح. هذا جابر أخو صديقي الكبير، يقول إن جابر هذا عنده فلوس الدنيا كلها. معناه إن فطوم طاحت بكنز. بعدين معك أنت؟ أنت ما راح تترك سلوبك هذا؟ ترى فاطمة أختك بعد كنز. المهم وش رايك انت يا ابوي؟ الراي الفاطمه. شنو الراي الفاطمه يا ابوي؟ الراي لنا احنا، يعني اقصد انت. الراي الاول والاخير الفاطمه غصبا علي وعليك، هذا شرع الله وحكمه. بعدين تعال، انت وش دخلك بذا الامور؟ وين رحت انا؟ وين راح اخوك الكبير؟ يا ابوي انا. انت اسكت ولا كلمه. خلي الاصول لاهل الاصول. ولا ذا الشعرتين اللي على وجهك غرتك وسوتك رجال؟ فاطمه فاطمه يا فاطمه. نعم يبا. اجلس يا بنتي. امر يبا. اظن يا بنيتي انه اخوك ابراهيم قال لك على كل شيء بالتفصيل. وش رايك؟ الشور شورك يبا،
واللي تقوله أنا ما خالفه أبد. بارك الله فيك يا بنيتي. الظاهر لنا والخافي الله أعلم به. وأنا أشوف نسأل عنه مرة ومرتين. فاطمة غالية عندنا. الله يسلمك يبا. بس أنا كل همي إن ماجد يتخرج ويشوف بنت الحلال. على الأقل تكون في إنسانة ترعاكم وتشوف أموركم. يا فاطمة اللي سويتيه ما هو قليل. أنت أديت الواجب وأكثر من الواجب. ويكفيك تضحية. انتبهي لنفسك. ولا أبغى أسمع منك الكلام هذا مرة ثانية. فاطمة يا بنتي، سعادتك عندنا أهم من كل شيء. وإذا الله سبحانه وتعالى أراد وجابر إنسان طيب، ترى كلنا وبلسان واحد بنقول لك ألف مبروك. أبو ناشد، ألف ألف مبروك وعقبال الزواج. الله يبارك فيك، عقبال الشباب إن شاء الله. الله يتمم بخير. الله يتمم بخير يا جابر. الحقيقة عيلة أبو ماجد من أفاضل الناس، وأنت من أكرم الناس، يعني الله ما جمع إلا ما وفى. الله يخليك، هذا من طيبك. أقول يا شباب، وين نكمل السهرة إن شاء الله؟ أي سهرة؟ وقت السهرة هذه سهرة؟ للصبح. تسلم لي يا أبو نسب، جمايلك مغطيتنا ليل ونهار. سويتوا اللي تبغونه؟ لهالدرجة زهقانين مني؟ أوه، عاد هذا كلام تقوليه يا فاطمة يا بنتي. يا فاطمة هذا حقك. أنت وصلت للسن اللي لازم يكون في عندك بيت وزوج وأولاد. يا فاطمة الله يهديك يا بنتي ويوفقك ويسعدك. قولي يا أبوي، أنت إيش رأيك في جابر؟ سألت عنه زين؟ يا فاطمة يا بنتي، أنت غالية علينا. إحنا اللي علينا نسوي زي ما يسوي الناس، نسأل عن الرجال ونخليك تشوفيه، وهذا طبعا حكم الشرع، واحنا ناس ما نتعدى على الشرع يا بنتي. ها وش قلتي؟ قلت عسى الله لا يحرمني منك يا ابو ماجد. ابراهيم ما رجع من برا لهالحين. لا تقلق نفسك يا ابوي، تلاقيه سهران عند واحد من اصحابه. يلا ادخل انت نام واستريح. خير ان شاء الله يا بنتي، انا داخل انام. تصبحين على خير. وانت من اهل الخير يا ابوي. الحين بعد هالسهره الحلوه هذه مغلب نفسك وجاي توصلني لحد هنا؟ يا رجل اقل واجب اسويه. اي تكفى تكفى، خلينا ندخل ونشرب قهوه مع بعض. يا وين يا ابراهيم الان؟ الساعه كم تخرين؟ بس الله يرحم والديك، تسلم لي على الوالد وتسلم لي على ماجد. واصل وتصبح على الف خير وشكرا. وانت من اهل الخير. كانت سهرة رائعة بشكل غير عادي. جابر جابر فطوم كنز كنز، الدنيا تضحكنا. وش تضحكنا؟ الدنيا راح تقول لنا كذا. إبراهيم أنت كنت معاه؟ وتو موصلني، تو موصلني بسيارة. وش سيارة يا فاطمة؟ وش سيارة؟ تدري أنا تمنيت كل العيال اللي في الحارة اللي مقهورين مني إنهم يشوفوني وأنا راكب سيارة جابر. وكيف تسمح لنفسك إنك تسهر وتخرج معاه وإحنا للحين ما ردينا له خبر؟ ما عندي كرامة؟ فكيني فكيني بلا كرامة وكلام فاضي ما له أي لازمة. وبعدين على فكرة، جابر ناسبنا ولا ما ناسبنا هو صديقي، ولا أنا ماني ناقص ماجد يطلع لي جديد. زين زين يلا روح نام، لا أبوك يصحى الحين ويعرف إنك توك راد. روح نام. يعني وإذا صحي يعني؟ والله معها حق، لا يصير فيها ضرب الحين. أنت المفروض ما تزعل من فؤاد أبد. يا أبويا لو كان شفت الطريقة اللي بتكلم فيها ما كان قلت كذا. ظروفه ظروف الرجال، ايش رايك يعني؟
في رجال يقدر ينتظر طول حياته ما يجيب عيال؟ إيه بس هذا مو معناه انه هو ينكد على نوال طول الليل والنهار. البيوت اسرار. وش دراك يمكن اختك هي اللي منكده عليه. ايش تقول يا ابوي؟ يا ولدي هي صحيح ما تقول، لكن اكيد هي مطفشته جايبت للمرض، ما تلبوز عليها الطول، رجال يجي من شغله يبي وي حلو، يبي كلمه حلوه، يبي ضحكه، يبي من وسع صدره، جاي تعبان ويجي من يمد بوز عليه، يعني ايش رايك؟ بيطفش ولا ما يطفش؟ ايه ما تبغى تقول لنا هالكلام، كبرياها ما تبي تذبح لنا بالموضوع. تعتقد كذا يا ابوي؟ هذا وقتك يا ولدي، والصديق عند الضيق، وفؤاد صديقك وصاحبك وانت فاهمه اكثر مني. يا ولدي حاول توقف مع فؤاد، فؤاد يمر بازمه كبيره، واذا ما وقفت وياه من بيوقف وياه؟ الله يسمع منك يا ابوي. ما ادري ايش اقول لك يا خالد، الظاهر اني زعلت العالم كله. لا زعل ولا حاجه يا فؤاد، احنا اصحاب كمان بقينا اهل. المهم اني احب انك ما تكون شايل علي شيء بقلبك. ابد يا خالد ابد، صراحه كان موقفك نبيل جدا، زيارتك لنا بعد التصرف السخيف اللي تصرفته معاك أشعرني بالخجل منك. صدقني يا فؤاد الكلام هذا كله ما له داعي. المهم إيش أخبار الشغل؟ الظهر إني محتاج إجازة أريح فيها أعصابي، بس شو أسوي الشغل ما يرحم. يلا يا خالد الغدا جاهز. الله يسلمك يا نوال. لا معلش اعذريني أنا. دعوة يا خالد ايش دعوة؟ تتغدى معانا اليوم؟ معلش يا جماعة اسمحوا لي، لأن الحقيقة أنا موعد ماجد في الورشة وأخاف أتأخر عليه. عليك عليه فصفط في ماجد. مرة ثانية إن شاء الله، مرة ثانية. يلا. على كيفك. السلام عليكم. مع السلامة. نوال. نوال أنت بعد زعلانة مني؟ حقك علي اذا غلط عليك. بالعكس يا فؤاد ارجوك انت سامحني. يا طيبة قلبك اصيلة اصيلة يا نوال اصيلة. يلا نتغدى قبل ما الاكل يبرد. يلا يلا يا زوجتي الحبيبة يلا. الله يبارك فيك يا خالد، وان شاء الله انا نفرح فيك قريب. أنا وأنت بيوم واحد إن شاء الله يا ماجد. وراك صفنت يا ماجد. تبي الحقيقة يا خالد، جابر هذا أنا ما ارتحت له، أحس إنه في شيء. خلاص الكلام، أنا ما هضمته وخايف إني ظلمته. أنت مو تقول إنه إنسان كفو وأبوه صديق أبوك الله يرحمه وتعرفونه زين؟ أجل ليش أنت خايف؟ أبوي مقتنع فيه وإبراهيم طير بول السم. زين وأنت يا ماجد؟ ما أدري أحس أنه متكبر ومغرور. لا تشغل نفسك يا أبوي، لا تقلق عليه، إن شاء الله الله يوفقه وينجح. هذا شقى سنة كاملة يا بنتي، والله وحده يعلم كيف تعدي. لو كان عنده ذرة من المسؤولية كان راجع واجتهد. بكل أسف زي ما أنت شايفة ماخذ الدنيا لعب وضحك وتهريج. إبراهيم بعد صغير وطايش، بكرة يجي يوم ويعقل فيه إن شاء الله. أنا يا بنتي تعبت تعبت وصحتي ما عادت تساعدني. السنة هذه أقدر أشتغل، لكن السنة الجاية الله وحده يعلم كيف يكون الحال. أنا يا بنتي
ودي اطمن عليكم قبل ما بس يبا لا تكمل، يجعل يومي قبل يومك. الله يخليك لنا ويطول بعمرك. وبعدين يعني ليش هالكلام؟ ولا تبغاني ازعل منك؟ كلام الحق يا بنتي ما يزعل، وان كان علي انا راس مالي في هالدنيا انتم، ما بقي شيء من هالحياه. بدي اطمن عليكم وعلى مستقبلكم، واشوف كل واحد فيكم في هالحياه مستقر. ان شاء الله يتحقق كل اللي تبغاه واكثر بعد. ربنا يستر يا بنتي، ربنا يستر. ابراهيم حبيبي ابو السباع، بس اللي تحت ولا لا؟ لا الظاهر انهم نسيوا اسمي. يا ابو السباع لك 20 سنه واسمك ما يطلع. عاد انت اللي يسمعك يقول انك نجحت يعني؟ يا رجال انا من 30 سنه واسمي ما يطلع. مو شوف يا حامد، نجحت رصبت كلها زي بعض، لا عندك اهل يسالون عليك ولا عندك اي مشكله في الموضوع. ما عليك يا ابو السباع، السنة الجاية هتكون فوق 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 فوق. أقول اسكت بس اسكت، شكلها تحت تحت تحت. يا الله معقد يا إبراهيم. المهم ايش رايك نروح نتمشى شوية، نروح نفحط كيوت. أقول فشنا بس، أنا جابر استناني بروح. لا ضيق صدرك، هالموضوع خلى علي الأكثر. أنا شخصياً بكلم الوالد. بعدين وش المشكلة؟ ما نجحت هالسنة تنجح السنة الجاية. يا جابر أنا ماني مشكلة وأنت ما عندك مشكلة، لكن أبوي، أبوي ماخذ الموضوع مصيبة كارثة. ولا مصيبة ولا كارثة، أنت اليوم تاخذ ربعك تتمشى وتسهر وانسى الموضوع كله. جابر يعني أنا شو أسوي فيك؟ كل يوم قاعد تثبت لي انه انت الاخ والصديق، انت صاير كل شيء والله يا جابر. الله يخليك. على فكره توقع لي بس على اللي صار. وش هذه؟ هذا المبلغ اللي اعطيتك فيه السياره. بس عشان يعني حسابات وكذا انت. اي طبعا طبعا. عشان اعرف بس. طبعا طبعا. وبعدين ترى من رقبتي هذه وهذه ومن هنا. يعني انا كلي تحت امرك. على فكره المبلغ هذا يعتبر سلفه، راح ارجعه لك متى؟ ما ادري. يا رجال ما في فرق، كلنا أهل. لا تنسى وعدك لي، راح تجينا الليلة البيت. طبعاً بس بالليل بعد ما أنسيك هالموضوع كله. كثر الله خيرك يا جابر. الساعة صارت أربعة، لا حس ولا خبر. إيش الحكاية؟ نصبر شوي يا أبوي، يمكن للحين ما طلعت النتيجة بعد. على الأقل يطمنا، يتصل بالتليفون. عرفت إنه ما عنده أي إحساس بالمسؤولية. لا تزعل نفسك أنت بس يا أبوي، انتبه لصحتك. آخ آخ، الولد بيجنني، بيلحق على باقي عمري. ما في الا اروح الجامعه واسال عنه بنفسي. ابو ماجد ترى هالانفعالات ما هي بزينه على صحتك. فاطمه يا بنتي، القلق يعذبني ويخلي فكري لا يودي ولا يجي. خلنا نصبر شوي وتوكل على الله، وان شاء الله ان شاء الله ابراهيم يكون بالطريق. صبر جميل وبالله المستعان.
قول يا فؤاد، ممكن الحين تقوم بشغلي؟ ابغى اروح المستشفى اطمن على ولادة المدام. ايه الله وياك الله وياك. الو؟ ايوه موجود. يا مصطفى، تليفون علشانك. مرحبا. صدق يا عمي؟ مو معقول. الله يبارك فيك، الحين اجي. خير يا مصطفى؟ انا فرحان يا حسن. اعذرني، ماني داري بحالي. انا صرت اب يا حسن. انا صرت اب يا فؤاد. مبروك، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فؤاد. ألف مبروك يا أصلاً. الله يبارك فيك يا حسن. عقبالك يا فؤاد. عن إذنكم. ايه يا فؤاد؟ في ايه؟ لا ما في شيء. مش معقول يا اخي تعذب نفسك بالشكل ده بدون داعي. اسمح لي اتكلم معاك كصديق. تفضل يا حسن. ربنا حلل الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانت من حقك تتجوز مره تانيه من غير ما حد يعتب عليك. هو ده الحل الوحيد. شلون يا حسن؟ انت ما تشوف حالي قاعد اشتغل ليل مع النهار ورغم ذلك مو كافي. ممكن اتزوج مره ثانيه؟ ممكن لو شفت اسره من اصل طيب وشرحت لهم ظروفك ووافقوا عليها تكون طلباتهم في الزواج معقول. تفتكر يصير هالحال؟ طبعا طبعا اكيد يا فؤاد. طيب وزوجتي؟ تكون عادل بينهم. ان شاء الله خير يا اخويا. والله ما ادري ما ادري. فؤاد انت اليوم خارج مره ثانيه؟ علامك انت لحد الان ما تتعبين من هالسؤال؟ قلنا لك عندي شغل بعد الظهر، زين؟ وليش ما ظهر الشغل غير هاليومين؟ قالوا ان عندك شغل بعد الظهر، اقول لهم لا. وهو شغلي بيحتاج كل هالشيك؟ مو نكسر الشر احسن. لا تزعل روحك. ممكن اروح لفاطمه اليوم يا فؤاد؟ ايه ممكن اوصلك بطريقي واتصل بخالد علشان يرجعك بالليل. ليه؟ انت هتتاخر؟ طبعا متاخر، هذا شيء مو جديد عليك. نوال ايش بتريد يا فؤاد؟ لا ما في شيء. ايش السالفه؟ لا نسيت السالفة، نسيت. يا ترى ايش اللي بتفكر فيه يا فؤاد؟ ودك تتزوج غيري؟ مو بعيد تكون اتزوجت فعلا. فؤاد يتزوج غيري؟ لا لا يمكن فؤاد يعمل فيا كده.